المستفيد من إدارة الفوضى في المناطق المحررة ما بين دعوات المجلس الانتقالي وثورة الجياع؟ هل هي محاولة لتسييس المطالب الشعبية ليتكرر سيناريو إسقاط صنعاء؟ أم أنها رعاية خارجية للعبث بأدوات الداخل؟ أهلا بكم. أصدر المجلس الانتقالي بياناً شديد اللهجة دعا فيه أنصاره إلى إسقاط المؤسسات الإرادية للدولة في عدن ومنع مسؤولي الحكومة من دخول هذه المؤسسات والإحلال بدلاً عنهم. كما دعا البيان القطاعات العسكرية والسلطات المحلية في المحافظات الجنوبية إلى دعم هذه الخطوة على طريق تحقيق الانفصال على حدود ما قبل 22 مايو عام 90. الحكومة في بيان لها لم يكن خاصا ببيان المجلس الانتقالي، وإنما بيان وضحت فيه العديد من النقاط، وجهت فيه دعوة إلى ما يسمى بالمجلس الانتقالي بالاتجاه إلى العمل السياسي والتخلي عن أي تشكيلات عسكرية أو أمنية لا تخضع للسلطة الشرعية، كما دعا كافة الأطراف إلى العودة إلى مسار العمل السياسي. وحذر مراقبون من أن رفع شعارات فساد الحكومة وإسقاط الجرعة تعيد لأذهان اليمنيين مأساة انقلاب الحوثيين والتي لا تزال آثارها المدمرة قائمة حتى اليوم. والسؤال الذي لا يستطيع الإجابة عليه سوى الرئيس هادي، هل سيتكرر سيناريو إسقاط صنعاء مرة أخرى؟ من يدير الفوضى في المناطق المحررة؟ سؤال فرضته الأحداث المتسارعة، وهو خليط من الاقتصاد والسياسة والأجندة الخارجية، إلا أن الإجابة على السؤال بدأت تتكشف بعض خيوطها، خصوصا بعد بيان المجلس الانتقالي الجنوبي الممول من أبوظبي مطالب شعبية مشروعة يدفعها واقع اللحظة اليمنية الراهنة، غلاء معيشة وانقطاع رواتب ومعاناة يومية وانهيار للعملة الوطنية مقابل الدولار ومحدودية فرص العمل، ولا ينكر ذلك ذو ضمير. بالتوازي مع حراك الشارع قفزت إلى السطح الأجندة السياسية على ذات الطريقة التي قفزت فيها ميليشيا الحوثي على كتف المطالب الشعبية تحت يافطة الجرعة، ووجهت المطالب المشروعة نحو إسقاط الشرعية والدولة اليمنية وتعميم الخراب. المجلس الانتقالي الذي يراه مراقبون النسخة الجنوبية لميليشيا الحوثي أصدر بياناً أعاد إلى الذاكرة خطابات ميليشيا الحوثي، كما أن اختيار دلالات الزمن المتمثل بشهر أكتوبر بالنسبة للانتقال هو ذات دلالات شهر سبتمبر الذي اختاره الحوثي شهراً لانقلابه. البيان الانتقالي حمل مضامين سياسية ذات نزعة انقلابية واضحة المعالم، من بينها دعوة المجلس قوات ما أسماها بالمقاومة الجنوبية إلى الاستنفار والجاهزية استعداداً لمواجهة وطرد الحكومة الشرعية. إدارة الفوضى بالمناطق المحررة ما بين ثورة الجياع ودعوة المجلس الانتقالي والمطالب الشعبية وتسييسها يميط اللثام عن الرعاية الخارجية للعبث بأدوات الداخل، خصوصا أن تلك التحركات تأتي متزامنة مع تحركات غريفيث على طريقة تحركات جمال بن عمر. مراقبون يرون أن الإمارات تقف خلف هذا العبث وتدمير بقايا الدولة اليمنية، فهي في الأساس تحارب تواجد الحكومة الشرعية، واليوم تعطي الضوء الأخضر لانقلاب جديد في المناطق المحررة. إذن مشاهدينا الكرام، أرحب بكم وأرحب أيضا بالضيف الذي سيكون معنا في هذه الحلقة، الكاتب والباحث خالد عقلان، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ خالد. مساء الخير، أهلا بك. اليوم بيان للانقلاب وصفه الكثير بأنه للانتقال عفوا وصفه الكثير بأنه بيان انقلاب، كيف تابعت المشهد في عدن؟ لا شك أن ما يحصل في عدن من فوضى عارمة هي محاولة مكشوفة وواضحة لاستنساخ انقلاب 21 سبتمبر الذي قام به تحالف الحوثي وصالح، وهو عبارة عن استكمال لمسلسل استهداف الشعب اليمني من قبل قوى إقليمية لا يروق لها أن ترى اليمن مستقرا، يمن ينعم بالديمقراطية، يمن ينعم بالتعددية السياسية، يمنا قويا يمكن أن يكون شريكا فاعلا في حماية الأمن القومي العربي. هنا ندرك تماما أننا أمام
حالة عدمية بلغت إلى درجة لا يمكن تستعصي على الفهم للأشقاء الذين أتوا أصلاً لاستعادة الشرعية، ثم بعد ذلك بدأوا يديرون الفوضى من أجل تفتيت اليمن واستنساخ تجربة لبنان أو التجربة العراقية، وقطعاً هذا يعد مهدداً استراتيجياً للأمن الأمن القومي العربي والخليجي بشكل خاص. أما ما يتعلق يعني تحديداً بدعوات المجلس الانفصالي الانتقالي، نحن أولاً يعني في يعني هناك سؤالاً كبيراً يطرح الآن، لماذا بعد 3 سنوات من تحرير عدن ودخلنا في السنة الرابعة من العمليات العسكرية التي أعلن عنها على أنها من أجل استعادة الشرعية واستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، لماذا يسمح التحالف العربي بإيجاد أو لماذا يسمح بتكوين مثل هذه المجالس التي تتناقض كليا مع الأهداف المعلنة؟ هذا المجلس الانفصالي الذي حظي بدعم ومساندة ومنقطع النظير من الإمارات العربية المتحدة، لا شك أنه يتناقض كلياً مع الأهداف المعلنة، ومن خلاله نستطيع أن ندرك أن هناك نية سيئة مبيتة ضد اليمن. فالانقلاب الذي حصل في 2014 21 سبتمبر والذي قام به تحالف الحوثي وصالح كان لا شك بإدارة من أبو ظبي التي لديها يعني عداوة مفرطة وعداوة فجة وواضحة مع الربيع العربي، ولديها يعني وتحت ذريعة ما يسمى ب يعني مواجهة المد الإسلام السياسي أو الإخوان المسلمين. فانقلاب 21 سبتمبر الذي قام به تحالف الحوثي وصالح دم أسقط الدولة، والمؤسف أن الشقيقة الكبرى غضت الطرف عن هذا الانقلاب البشع الذي أصبح مهددا استراتيجيا في الأخير للسعودية تحديدا. لو أتينا بعد ذلك يعني إلى المجلس الانفصالي الجنوبي، يعني هو يكرر نفس السيناريو وبنفس الخطوات. يعني كانت الميليشيا الحوثي يعني تدعو من خلال مهرجانات وتتذرع بمسألة الجرعة السعرية وتدعو إلى إسقاط الحكومة، وهذه يعني هذه الشعارات التي استغلت. ورأينا كيف كان رد الحكومة آنذاك وما الذي حدث بعدها. اليوم بعد بيان الانتقالي أصدر مجلس الوزراء بيان للحكومة، ربما لم يكن بيان خاص لما حدث، ذكر عدة نقاط: الأزمة الاقتصادية، وديعة المملكة العربية السعودية، انتقد ما يحدث في عدن من فوضى واغتيال أحد يعني العاملين هناك والتابع لجمعية الإصلاح، وأيضا تطرق لبيان الانتقالي ولم حتى يذكره كبيان، وإنما دعاهم إلى العودة للعمل السياسي، وشدد على أمن عدن أن يهتموا بالأمن ويقوموا بواجبهم الوطني يعني تجاه ما سيحدث من فوضى. هل تجد أن هذا الرد هو كافي لما يتم حدوثه؟ هو المؤسف أن المجلس الانتقالي هو عبارة عن النسخة يعني النسخة الحوثي في الجنوب، وهناك ارتباطات أصلاً ما بين يعني الحراك الانفصالي المتطرف وما بين يعني له ارتباط يعني بحزب الله اللبناني، وهناك يعني عيدروس الزبيدي كان له يعني مكث في لبنان ما يقارب 6 أشهر، فهناك ارتباط يعني ما بين المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي وما بين ميليشيا الحوثي، والجميع يذكر حينما أرسل الحراك الانفصالي المتطرف وفدان أثناء تشيع يعني حسين الحوثي. المؤسف أن موقف الحكومة في هذا الظرف يتطابق تماماً مع موقف هادي وموقف وزير الدفاع أثناء الانقلاب الذي حصل في 20 سبتمبر 2014. هذه يعني حينما ذهب إلى عمران كان موقفه مخزياً، وقال حينما أسقطت عمران بيد ميليشية الحوثي أنها عمران عادت إلى حضن الدولة، وهو كان يمارس نوعاً من يعني من الـ من يعني من يعني هي ترتقي إلى مستوى يعني الخيانة العظمى أن تداهن ميليشيات تأتي وتنقض الدولة وتأتي لتفكك المجتمع، وثم بعد ذلك تصدر من أكبر يعني من هرم في السلطة السياسية هذا التصريح.
موقف وزير الدفاع الذي عاد من أبو ظبي ويدعو إلى حياد، يعني يكيف الحرب في اليمن أو يكيف الصراع الذي كان في عمران، على أنه ما بين ميليشيات الحوثي وميليشيات أخرى منوئة لها، ميليشيات الإصلاح وما يسمى بالميليشيات السلفية. فللأسف الشديد موقف الحكومة في هذه الأيام من تحركات المجلس الانتقالي تتشابه تماما مع موقف الحكومة في تلك المرحلة. وهناك عبارة لفتت الانتباه، يعني في الحقيقة هذا البيان الذي صدر من الحكومة هو يعني يمكن أن يكون بيان تصدره منظمة حقوقية أو ناشطة سياسية، يعني حينما يقول البيان وطالبت الحكومة بتوحيد الكادر المالي والإداري لجميع الوحدات العسكرية والأمنية، يعني هل من تطالب؟ يعني إذا كانت حكومة لديها قدرة على أن تفرض سيطرتها، الحكومة والسلطة يجب أن تحتكر يعني أدوات القوة، ويجب أن يكون لديها قرارات وتعمل على إنفاذها بالقوة. أما أن تطالب، يعني هذا يدل تعبير واضح على العجز، يعني حتى لم يوفقوا في صياغة البيان، يعني هناك عجزا واضحا في أداء هذه الحكومة التي أسهمت أصلا في ما وصل إليه الشعب اليمني فيها إلى هذا المنزلق الخطير. ولا شك أنه أن التاريخ يعني سيدون هذه اللحظة، أننا أمام جماعة وصلوا إلى مرحلة قاسية جدا من الضعف وسيتحملوا مسؤولية تاريخية. سأعود إليك أستاذ خالد بعد أن ينضم معنا وكيل وزارة الشباب والرياضة الأستاذ شفيع العبد من القاهرة. مساء الخير أستاذ شفيع. مساء الخير عزيزتي أسي عليك وعلى مشاهدي قناة التلفزيون. أهلا بك أستاذ شفيع، كيف تابعت اليوم بيان المجلس الانتقالي في عدن؟ بداية لابد من التأكيد على جزئية هامة، إن ما وصلنا إليه من اختلالات موجودة في المناطق المحررة أو في معركة السعادة الشرعية ودحر الانقلاب يتحملها بدرجة رئيسية الاتحاد العربي الذي انحرف عن أهدافها التي أعلنها في لحظة التدخل في اليمن لإنقاذ الشرعية. ما كان لنا أن نوصل إلى هذه الانقسامات الموجودة داخل النسيج الاجتماعي وداخل المجتمع اليمني، وظهور مثل هذه القوى التي تدعي أنها تمارس السياسة بينما هي ترتكب بشكل فج على القوى المفرطة والتلويح بالقوة كخيار وحيد وأداة وحيدة للوصول إلى تحقيق آيات وأهداف سياسية. المجلس الانتقالي كلنا يعلم أن المجلس الانتقالي ما هو إلا أداة إماراتية إنشاءها وتأسيسها لتحقيق مآرب خاصة من الإنجاز الشرعية من جهة، وإضعاف أو حرف مسار معركة استعادة الدولة عن مسارها الصحيح. نعم، إذن هل تجد هو محاولة من المجلس الانتقالي لاستعادة أو للحفاظ على شيء من ماء الوجه الذي خسره خلال فترة سنة منذ تأسيسه وإعلان ما سمي بيان عدن التاريخي؟ حالة القاعدة الجماهيرية تتآكل للمجلس الانتقالي يوما عن آخر، لكن للأسف الشديد لا يوجد موازي، لا يوجد مشروع وطني حقيقي داخل المناطق المحررة يستطيع أن يستغل هذه الحالة الانفلات الموجودة والانتصار لقضايا الناس. ما يحدث أيضا أن الحكومة الشرعية ومنذ اللحظات الأولى لتحرير مدينة عدن لم تقم بواجبها من خلال استعادة مؤسسة الدولة بناء أجهزة أمنية وعسكرية على أسس وطنية. ما يحدث للأسف الشديد هو حرف المسار بشكل كلي عن المعركة المتمثلة، ليس معركة استعادة الدولة فقط، ولكن الانحراف باتجاه تمزيق ما تبقى من النسيج الاجتماعي. والمستفيد في المجمل ما يحدث المستفيد في الأخير هي ميليشيات الحوثي المشروع الانقلابي في صنعاء. بالتالي اليوم على التحالف العربي إذا ما أردنا أن نستقر ونستعيد حالة يعني استعادة الأهداف الحقيقية لمشروع استعادة الدولة، لابد من إصلاح أو تصحيح مسار العلاقة ما بين التحالف العربي والحكومة الشرعية في إطار الأهداف والسياق العام المعلن والسياق العام والطلب الذي قدم بالتحالف العربي. لكن ما يحدث للأسف الشديد هو حالة من الضعف، حالة من التوهان نعيشها، رغم أن كل الأطراف وصلت إلى مرحلة العجز. لا نستطيع أن نخلق حالة من الدولة في المناطق المحررة وبين نعم، لكن يعني على الأقل كنا يعني نتوقع موقف آخر من الحكومة، يعني صدر بيان ذكر بيان المجلس الانتقالي أو المجلس الانتقالي يعني صورة عاجلة في 3 أسطر تقريبا، ودعاه للعمل السياسي وكأنه سيستجيب فورا. لما تتعامل الحكومة مع مواقف يعني تهز سيادة الوطن وتهز يعني انقسامه بهذا الشكل، تتعامل معه بهذا البرود؟ للأسف الشديد أننا لم نستفد من مرحلة الانقلاب الميليشياوي الحوثي في صنعاء في 2000 و
في 2014 تحت مبرر اسقاط الجرعه. فكنفس كاننا نكرر نفس السيناريو ونتعامل بنفس البرود بنفس الاداء الباهت الذي سيوصلنا الى الهاويه. سنسقط جميعا، سنصل الى مرحله الاحتراب الاهلي في المناطق المحرره، وهذا لن ينجو منه احد ولن يستفيد منه احد، ولا يستطيع اي طرف اخر ان ينقذ اليمنيين من حاله الوصول الى الاحتراب الاهلي اذا استمرنا هكذا، لا التحالف العربي ولا الشرعيه ولا ما يسمى بالمجلس الانتقالي ولا غيرها من المكونات الاخرى. نعم. الخطر كبير جدا، لكن انا في تقديري الشخصي ان البيان هذا الذي اختاره المجلس الانتقالي ما هو الا محاوله كما اسلفت للحفاظ على ما تبقى من ماء الوجه امام قواعدهم الجماهيريه. الدعوه المجلس الانتقالي لو نقرا تمعن البيان هو كلها وجه دعوات للشعب، دعوات للجماهير للخروج للسيطره على وكانه يدعو للفوضى. لكن في تقديري الشخصي ان الناس في المحافظات المحرره وصلوا الى حاله من الوعي، والذي لن يسمحوا اعتقد على الاقل لن يسمحوا في الوقت الراهن بسقوط مناطقهم في حاله من الفوضى. المجلس الانتقالي ايضا الذي هو بمثابه وكيل ليس له مواقف معلنه تجاه عمليات الاغتيالات ومشروع الاغتيالات التي استهدف كثير من الكوادر داخل المدينه، فعلا بدأ من قيادات المقاومه، بدأ من التيار اليساري والسلفيين والاصلاح وغيرهم. هذه مشروع الاغتيالات لم يبذل اي موقف مدان او موقف يدين مثل هذه العمليات من قبل المجلس الانتقالي، اضافه الى ذلك حاله السيطره على مطارات مطار الريان وميناء قطة وبلحاس في شبوه، والتي سيطر عليها القوات العسكريه الاماراتيه منذ لحظه تحرير هذه المحافظات حتى اللحظه، لم يبذل اي موقف مثل المجلس الانتقالي باعتبار ان هذه المؤسسات مؤسسات اراديه هامه لا تورد، لا يعني معطله تعطيل كلي، بينما ايراداتها اذا ما تم تشغيلها ستسهم في رفع حاله من القبن الاقتصادي التي يعيشها اليمنيون اليوم. لذا ما كل ما يقال هو مجرد حق يراد به باطل لتحقيق مارب شخصيه ليس لها اي علاقه بالهم العام للناس. لذا انا من عبر قناتكم هذا اوجه دعوتي لكل الناس في المناطق المحرره، من حقكم، نعم وصلنا الى حاله من الفساد، حاله من تدهور الخدمات، حاله من الغياب الكلي للدوله عن حضور الدوله داخل هذه المناطق. من حق الناس ان تعبر عن قناعاتها وعن رفضها للواقع هذا، لكن دون ان تسمع للاخرين ان يستغلوها او الاخرين يركبوا موجتها لتحرير معارف خاصه بهم او لتنفيذ اجندات خارجيه لا علاقه لها بالمصلحه العامه لليمنيين. نعم، اذا شكرا جزيلا لك الاستاذ شفيع العبد وكيل وزاره الشباب والرياضه، كنت معنا عبر الهاتف من القاهره. عوده اليك استاذ خالد. استاذ خالد، يعني بالتاكيد قرات بيان مجلس الانتقالي الذي دعا ايضا الرياض وابو ظبي الى دعم ما سيقومون به والى دعمهم في الايام القادمه واعلان ذلك. الى الان لم يصدر من التحالف ولا من ابو ظبي ولا من الرياض اي بيان يوضح يعني ما هو رايهم فيما حدث حين يطلب منك طرف ان تدعمه وانت اصلا داعم للطرف الاخر، كيف يمكن ان نفهم هذه الصوره؟ يعني للاسف الشديد يعني الشرعيه من اول لحظه حينما طلبت التدخل العسكري في اليمن من اجل استعاده الدوله لم يكن هناك يعني امرا يعني اتفاقا مكتوبا يحدد ضوابط التدخل ويضبط المساله بحيث يكون هناك علاقه ما بين الشرعيه السياسيه في اليمن وما بين الاشقاء في التحالف العربي، علاقه نديه. فسلمت للاسف الشديد فرطت الشرعيه منذ وقت مبكر بكل اوراقها، وللاسف حتى الاحزاب السياسيه الداعمه للشرعيه، فبالتالي هناك تفريط كامل بكل اوراق القوى، وهناك يعني ليس هناك اتفاقا مكتوبا يحدد يعني ما هي معالم هذا التدخل وما هي حدوده، وبالتالي تم تسليم البلد كلها دون أي يعني مراعاة لمسألة السيادة الوطنية. فهذه تعتبر يعني أحد أهم الكوارث الكبيرة أو التي اقترفها هذه واقترفتها الحكومة الشرعية فيما يتعلق بالتدخل العسكري في اليمن. التدخل العسكري للتحالف العربي في اليمن هو أتى مكملا لميليشية الحوثي وصالح التي أسقطت الدولة، فهذه التحالف العربي الذي أصبح في الحقيقة عدوانا صارخا على الشعب اليمني، أوصل الشعب اليمني بعد 3 سنوات إلى حافة المجاعة. الآن الشعب اليمني يعاني من مجاعة حقيقية، والتقارير الدولية تقول أن الأزمة اليمنية الإنسانية في اليمن هي تكاد تكون الأزمة الكبرى في العصر الحديث، يعني حينما يكون هناك 20 مليون إنسان على حافة المجاعة وبعض القرى لا يجدون يأكلون أوراق الأشجار، نحن في حالة مأساوية
مزرية، وكما قال الأستاذ الشفيع العبد أن هناك انحراف، يعني هو بعبارته الدبلوماسية أن هناك انحراف عن الأهداف المعلنة، لكن في الحقيقة يعني هناك سقوطا أخلاقيا مدويا للأشقاء العرب تجاه الجار الذي استنجد بهم من أجل يعني تخليصه من شر الانقلاب الذي دمر الدولة. نعم، ولكنه أيضا تحدث أن معروف أن المجلس الانتقالي منذ نشأته وهو يعني مدعوم من قبل حكومة أبو ظبي، إذا يعني هل تعتقد أن هذه الخطوة أيضا مرتب لها من قبل أبو ظبي التي تعد ربما الأم الشرعية لهذا المجلس؟ المجلس الانتقالي كما هو معلوم نشأ برعاية إماراتية بامتياز، وهناك دعما لا محدودا للميليشيات ما يسمى بالحزام الأمني أو النخبة الشبوانية أو الحضرمية، كل هذه الميليشيات التي سحبت البساط من تحت يعني السلطة الشرعية، وتم تسليم يعني المطارات وتسليم المواني لهذه الميليشيات التي تتبع مباشرة أبو ظبي. فبالتالي نحن أمام يعني وضعا ميليشويا ينتقص تماما سلطة الشرعية وسلطة الدولة، وهذه تعد أحد أهم يعني الأخطاء الكارثية التي يقترفها التحالف، والتي ستؤدي إلى تفكك النسيج الاجتماعي في اليمن، وستؤدي إلى يعني تشظية اليمن إلى أكثر من كنتونات. يعني الإشكالية الآن يعني نحن أمام كارثة كبرى، يعني التحالف العربي أتى لاستعادة الشرعية، ثم بعد ذلك يتم تسليم كل الأراضي التي أخرجت منها ميليشيات الحوثي إلى ميليشيات أخرى جديدة. نعم. مناطقية يعني لديها منسوب عالي من الـ من الـ من الـ من الإجرام، منسوب عالي من الـ من الغطرسة، منسوب عالي من الـ من الفجاجة. يعني حينما يتم اغتيال في ظل يعني الأزمة الإنسانية الكبرى التي يعاني منها الشعب اليمني، يتم استهداف رواد العمل الخيري، يعني وبتحريض واضح من 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 رموز المجلس الانتقالي، نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بوريك، والذي يمثل يعني نسخة محمود الورفلي الذي يعمل ضمن قوات حفتر، وهو من السلفية الجامية المتطرفة التي تستخدمها الإمارات وتستخدمها السعودية في قمع الشعوب. فبالتالي نحن أمام وضعا خطيرا، هذا الوضع الخطير سيؤدي إلى يعني مزيد من الانهيار، مزيد من الفوضى، ونحن أمام يعني ثورة مجاعة وثورة جياع، ونحن أمام كارثة كبيرة يتحمل التحالف العربي المسؤولية القانونية والمسؤولية الأخلاقية. ينضم معنا الأستاذ نزار هيثم رئيس اتحاد الشباب والطلاب في المجلس الانتقالي عبر الهاتف من عدن. مساء الخير سيد نزار. مرحبا. إذا بيان يصدر من قبل المجلس الانتقالي وصف من قبل المتابعين بأنه انقلاب على الحكومة، سيد نزار لماذا يذهب الانتقالي لاستثمار ضعف الحكومة وفشلها ولافتات كالجرعة التي استخدمت مع ثورة الحوثيين أو ما سمي بثورة الحوثيين؟ هل علاج كل تلك المشاكل هو القضاء على ما تبقى من الشرعية؟ طبعا اولا التفسير نختلف معها، ومن يذكر ان هناك انقلاب في عدن هم جهات حزبيه معروفه مقرها ليس في العاصمه عدن ولا تتواجد اساسا على ارض الواقع. لديها اعلام يضخ الاكاذيب والزيف تجاه المجلس الانتقالي باستمرار، البيان كان واضحا. نعم. هو يقف مع رابط الشارع الجنوبي، يقف مع معاناه الناس، يتصدى لمن يحاول ان يثير الفوضى في العاصمه عدن وفي المحافظات الجنوبيه. علينا مثلا لماذا تتخلى بآسة والحكومة عن مسؤوليتها؟ لماذا تمثل بعض المتنفذين سواء تجار النفط أو ناهبين العملة؟ نعم، حين يطلب البيان من جماهيره أن يتوجه للمؤسسات وأن يقضي على الحكومة التي وصفها بأوصاف عدة، وأن يكون هو يعني ووصف نفسه بأنه جاء من الشعب، على يعني أي أساس كان هو الحامل الشرعي وأنتم تنكرون شرعية حقيقية معترف بها من العالم؟ دعوات كثيرة للفوضى أستاذ نزار من خلال البيان الذي تصفه بأنه واضحا، فعلا كان واضحا ويدعو إلى ذلك.
نعاود التواصل بالسيد نزار، نأمل أن يكون معنا ليجيب على العديد من الأسئلة. إذا الأستاذ خالد، يعني استمعت لحديث الأستاذ نزار في البداية بأنه لا يوجد فوضى، البيان كله هو عبارة عن وقوف مع أبناء الشارع الجنوبي كما تحدث. الإمارة أشرفت بشكل مبكر منذ 3 سنوات على تأسيس هذا المجلس الانتقالي بعد أن عزل عيدروس الزبيدي من المحافظة وشلل من الأمن. نعم، وتم تشكيل هذا المجلس الانتقالي الانفصالي برعاية إماراتية، ويبدو أن السعودية سلمت ملف عدن كاملا إلى الإمارات وهي تدير المشهد الفوضوي في الإمارة في عدن من أجل تعطيل ميناء عدن ليستفيد ميناء دبي. فعدن أصبحت تحت رحمة هذه الميليشيات الإجرامية التي تتبع مباشرة المجلس الانتقالي الذي هو يعني أداة من أدوات الإمارات. من يدير الفوضى؟ هو يقول أن من يدير الفوضى والاغتيالات وهذه الاختلالات الأمنية التي أودت بحياة المئات في عدن هو المجلس الانتقالي الانفصالي والحزام الأمني وهذه الميليشيات التي تتبعهم. فبالتالي يعني لو هناك استطلاع رأي في عدن ونسأل الأطفال من الذي يقوم بهذه يعني الجرائم التي تمس حياة وأمن المواطن، يعني تسببوا بكارثة كبرى في عدن. يعني عدن المفترض أن تكون الآن نموذجا للمناطق التي تم تحريرها، لكن للأسف الشديد هؤلاء الناس لا يجيدون إدارة الدولة ولا يجيدون إلا أن يكونوا أدوات ومجرد مرتزقة بيد من يعطي ويدفع أكثر. للأسف الشديد المجلس الانتقالي يعني أكد لنا أن هناك فائض من المرتزقة وأن الإمارات تستخدم فائض المال، والمحصلة النهائية هي مزيد من المعاناة للإنسان في عدن. فهذا المجلس الانتقالي الانفصالي لا يعبر مطلقا عن روح الشارع الجنوبي اطلاقا. هناك يعني الاف من الذين اكتووا بنار هذا المجلس او الميليشيات التابعه لهذا المجلس، هناك عشرات من المختطفين. فبالتالي هناك يعني عائلات كثيره عانت، سواء من فقدت ابنائها عبر الاختطاف او من اغتيل ابنائهم او اقاربهم. فبالتالي نحن امام يعني مجموعه من المرتزقه الذين يدمرون بلدهم. الان نقول لهم عدن هذه هي بيدكم، يعني لا يوجد أي ما يمنع لأن تكون عدن نموذج ويكون هناك يعني استقرارا واضحا كما هو حصل في مأرب. يعني ما الذي ينقص؟ إذا كان المجلس الانتقالي حقيقة جاد في إيجاد يعني حياة كريمة للإنسان العدني، عليهم أن يأخذوا نموذج مأرب التي هي في الصحراء. عدن نعم واحدة كيف تحولت إلى يعني محافظة مدنية، وما الذي يمنع؟ يعني عدن تحت أيديهم، لا يوجد أي يعني وعدن أصلاً من ناحية مناطقية يعني حتى من ناحية مناطقية لا يوجد أي مسؤول شمالي إطلاقا في عدن. هؤلاء الذين يدعون أنهم مع مشروع الانفصال ومع الدولة الجنوبية، هؤلاء استقبلوا واحتفوا بميليشيا طارق محمد عبد الله صالح. كيف يعني هذا الانفصال في الموقف أيضا هناك السياسي؟ يعني الآن حينما يقول المجلس الانتقالي أنه مع مطالب الاستقلال والجنوب والكلام الفارغ هذا، يعني لماذا يتم استقبال ميليشيات طارق؟ والآن ميليشيات طارق أو ما يسمى بحراس الجمهورية لديهم معسكرات في عدن، فبالتالي يعني على من يضحكون؟ يعني هذا من ناحية. من ناحية أخرى يعني وهي أكثر فجاجة وأكثر يعني غرابة، نجد أن هؤلاء يعني ليس لديهم قدرة على 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 إدارة خلافاتهم. هناك صراعات بينية فيما بينهم على من سيأخذ أكثر، يعني هناك طابع ارتزاق فج. النقطة الثالثة والمهمة، يعني نحن الانتفاضة التي حصلت يعني من أبناء عدن الذي يدين هذا المجلس الانتقالي تيار باعوم، وتيار باعوم هو التيار الأصيل في الحراك الذي نادى بتصحيح مسار الوحدة وكان لديه مطالب سياسية واضحة، وهو التيار الوطني الذي له يعني امتداد كبير في الجنوب. كان له مسيرة قبل حوالي أسبوعين وكان له صوتا واضحا يرفض حالة العبث التي يشيعها المجلس الانتقالي، وكان هناك شعارات واضحة لا تحالف بعد اليوم. يعني للأسف الشديد أن عبارات الشكر التي كان اليمنيون يرددونها في 2015 تحولت إلى 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 لعنات لهذا التحالف الذي كان يعني
آخر يعني من يعطي أملا في استعادة الدولة، ولكنه في الحقيقة انقلب على كل الأهداف المعلنة وأصبح وبالا على اليمنيين وتسبب بكارثة كبرى. نعم، إذن ينضم معنا عبر الهاتف الصحفي أحمد شوقي من تعز. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور أختي. نعم، إذن لو سألتك أستاذ أحمد حول من الذي يقوم بإدارة الفوضى في المناطق المحررة ويستفيد من هذه الفوضى؟ في أطراف كثيرة طبعا هي تساهم في إشعال الفوضى في هذه المناطق وتحاول استثمار المشاكل والصعوبات التي يمر بها اليمنيين في تحقيق مكاسب سياسية خاصة بها أو بالأجندة التي تعمل بحسابها. ونحن الآن نشهد خلال هذه الأيام طبعا هناك أكثر من طرف وأكثر من جهات عمل من أجل أجندة، بعضها خارجية وبعضها يعني سياسية في أولياء محلية، على القضايا الناس سواء من المشاكل الاقتصادية أو المشاكل الأمنية، من أجل تعزيز حضورها كما قلت لك وتحقيق مكاسب خاصة. لكن في الأخير لا هي تستطيع تحقيق هذه المكاسب ولا ايضا المجتمع يستطيع الخلاص من هذا الاذى الذي يمارس بحقه للاسف ويضر بحاضره ومستقبله. نعم، هل تجد ان هناك علاقه لما يحدث في عدن ولما يحدث في تعز ايضا؟ العلاقه طبعا هي يعني غير متكامله اذا جاز التعبير. في عدن هناك مشروع يعني انفصال ومشروع يعني فك ارتباط كما يطرح، وهناك اجنده يعني متداخله داخل فيها المصالح الخاصه ببعض الاطراف في الداخل مع بعض التوجهات الاقليميه. اما في تعز فهناك حاله شحن سارقه، اعتقد انها ليست بمستوى الخطوره الموجوده في عدن، لكن في الاخير مستوى الاذى الذي تسببه للناس ومساهمتها في اشعال الفتن والمشاكل ايضا هي مساهمه لا يستهان بها، حتى واذا كانت النوايا يعني حسنه وليست بنفس الخطوره او بنفس الخبث الذي يعني يتواجد في مناطق اخرى في اليمن. نعم، يعني ربما نهج المجلس الانتقالي هو واضح منذ تأسيسه، وأيضا عدم رغبة الأطراف الداعمة بتفعيل دور الحكومة في عدن أيضا واضح. ما يحدث في تعز أستاذ أحمد؟ خروج الناس، الاحتجاجات اليومية والاعتصام ضد الوضع الاقتصادي الذي خنق فعلا الناس البسطاء، إلى ماذا يمكن أن يؤدي؟ هل يعني رغم كل الألم الذي دار بهم إلا أنهم ما زالوا يعني يتمسكون بشرعية هادي وربما رفض دور التحالف الذي انحرف عن مساره عكس ما يحدث في عدن؟ نعم، هو طبعا هذه هو الخيار المر الذي نتجنب به الخيار الأمر، والرئيس هذه هو مسؤول عن كل ما يحدث الآن من مشاكل ومن تداعيات بسبب تردده وبسبب أيضا الأدوار غير المسؤولة التي مارسها هو وسلطته المسمى بالسلطة الشرعية خلال المرحلة الماضية والتخيب الذي شاد عمل الحكومة. كان يفترض بالرئيس هذه وحكومته أن يعودوا للعمل في عدن بعد عملية التحرير مباشرة، وأن لا يتم يعني ولا يستمر بقائهم في الخارج كل هذه المدة، وإذا كان هناك موانع فكان يجب أن يتم مصارحة الناس بهذه الموانع، لكن أعتقد أن الموانع في الأساس هي مخاوف. مخاوف من ماذا؟ مخاوف بالهاء للأمانة. عفوا؟ افترض أنه قوة استعمارية أو قوة احتلالية يعني تهيمن على المناكب اليمنية أو تواجه بعض عند قوى التحالف يعني او دول التحالف تمنع عودتهم الى العاصمه عدن، فبمجرد كشف هذا الكلام للراي العام لن يستطيع لا التحالف ولا غير التحالف ان يمنع الرئيس وحكومته من العوده الى بلاده وممارسه السلطه. نحن شعب عريق وشعب كبير وشعب كريم وشعب يعني لديها الاباء والاعتزاز بذاته وهويته. نعم، ما هو تفسيرك؟ شعب مستجد ولسنا اقليه. نعم، ما هو تفسيرك لحاله الاستلهاب التي تمر بها الحكومه والرئيس هذه؟ ايضا كثير من المواقف ينتظر الشعب كلمه فصل فيها، ينتظرون موقفا، ينتظرون حتى على مستوى بعد بيان المجلس الانتقالي نجد بيان هزيل للغايه لا يعبر عن جديه اللحظه، ما هو تفسيرك؟ والله يا اختي هؤلاء استمراء التخمه والمهانه،
لو كان لديهم يعني ادنى طموح لنقل، لا نتكلم الان عن مساله مثلا احساس وطني او انتماء او شعور او احساس بمعاناه الشعب، لكن نحن نتكلم حتى من باب الانانيه الشخصيه، الانانيه الذاتيه، الرغبه في الاستحواذ على السلطه وفي التملك وفي الحكم وفي يعني الاستبداد. لا يوجد حتى لديهم هذه النزعه الاستحواذيه الاستبداديه بان يكونوا هم السلطه المسيطره، هم السلطه التي تبسط نفوذها على كامل البلد، هم الذين يحكمون كما كان لدى علي عبد الله صالح. لو كان لديهم حتى هذه النزعه التي كانت موجوده لدى علي عبد الله صالح على ان يكون هو الاول وهو القائد وهو الرئيس وهو الحاكم وهو المسيطر، لاستطاعوا حتى ان يصنعوا الكثير خلال هذه المرحله، لكن للاسف نحن وجدنا مجموعه من الناس المتراكين، مجموعه من الناس المرضى بالتخمة والمرضى بالرغبات والمرضى يعني باللا مسؤولية واللا مبالاة، وجدوا أنفسهم على السلطة، بدأوا يعني يرتبون أوضاعهم المالية ويعني وامتيازاتهم الخاصة وأهملوا كل المسؤولية، وليس لديهم الأدب، يعانوا من حالة تبلد وحالة تراخي وحالة جبن وحالة تردد سببت الوضع الذي نحن فيه. لو كان لديهم أدنى كرامة لما قبل الرئيس على نفسه أن ينازعه أحد في سلطة داخل هذا البلد، ولما قبل رئيس الوزراء على نفسه أن ينازعه أحد في سلطة داخل هذا البلد، ولما قبلت هذه الكروش التي يعني على رأسها رؤوس صغيرة لبعض الأفراد أن يكونوا في مواقع قيادية وفي وزارات وفي وكلاء وزارات ونواب وزراء لا يمارسون صلاحياتهم ولا يمارسون أدوارهم ولا وليس لديهم أي حضور على مستوى الأرض. كيف استطاع هؤلاء الناس أن يصمدوا كل هذا الوقت في ظل هذه المهانه وهذا الشكليه وهذا الوضع الديكور الذي هم عايشين فيه وقبلوا على نفسهم هذا الوضع؟ كيف يستطيعوا ان ينظروا لانفسهم في المراه وان يعني يحملوا ذره احترام لانفسهم وهم بهذا الشكل؟ اذا برايك استاذ احمد نعم، يعني في ظل خروج الناس من شدة الجوع وانهيار الاقتصاد، وفي ظل أيضا هذا الوضع الراهن للحكومة، إلى أين يمكن أن يعني تمشي الأمور في تعز، خاصة في ظل يعني غياب المحافظ عن الساحة مؤخرا؟ أنا أعتقد أن وضع تعز مختلف نسبيا، لأنه الدولة بمعنى السلطة الشرعية ليست موجودة في تعز، وإنما لدينا هنا ما يشبه الحكومة المحلية أو السلطة المحلية التي تدير الأوضاع والأمور في تعز، لأن السلطة الشرعية لا للأسف ليست معنية بتعز ولا تدير مشاكلها ولا تنتبه لاحتياجة أبنائها، وليست يعني اللهم إلا الدعم الذي قدم خلال المرحلة الماضية وهو دعم مالي محدود. لكن نحن في تعز أعتقد أن مسؤوليتنا تكمن علينا نحن كمجتمع، نحن المجتمع الذين أسسنا لوجود الدولة في تعز، ونحن المجتمع الذين راعينا سلطة الدولة بقدر استطاعتنا ما داخل تعز، وبالتالي نحن مسؤولون عن هذه الدولة ومسؤولون عن مصالحها وعن تواجدها وعن حقوقها وعن أبنائها وعن شعبها وعن رعاياها. لا يجب أن نندفع في أي أعمال فوضوية أو أعمال تخريب أو إجبار الناس على إغلاق محلاتهم أو العصيان المدني أو أي فكرة من هذه الأفكار، لأنه هذه مصالح ناس وحقوق ناس. وإذا نحن أوقفنا الناس في تعز الآن أغاربي يتنظم فيهم حتى التجار يعيشون على الدخل اليومي، الربح اليومي هو ما يسيرون به حياتهم اليومية. إذا توقفت الحركة أو النشاط الاقتصادي والتجاري في تعز لمدة أسبوع واحد سنشهد كوارث في تعز وفي مجتمعها وفي أبنائها، وبالتالي لا يجب ان ننسحب وراء هذه الدعوات بهذا الشكل المطلق، لكن يجب علينا ان يستمر الفعل الاحتجاجي بالفعل، لكن ان يستمر على شكل تظاهرات، ان نخرج ونقول راينا بصراحه تجاه التحالف، تجاه الشرعيه، تجاه الحوثي، تجاه المدرسة الانتقالية، تجاه الجميع، لا مشكله في ذلك، لكن اغلاق المحلات واغلاق الاسواق ويعني وايقاف الحركه التجاريه وبالذات صغار السكان او اصحاب المحلات التجاريه والبقالات والمطاعم، هذا سيضر بالعمال، سيضر باصحاب المنشات، وربما سيفاقم المشكله فعلا. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد شوقي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك أستاذ خالد. أستاذ خالد، إذن يعني ونحن نتحدث عن مقارنة الوضع ما بين تعز وعدن، خروج نعم خرج الناس للشارع في المحافظتين، مطالبهم واضحة وواحدة، ربما المجلس الانتقالي يقفز على مطالب الناس ويتبنى هو الخطاب، المتظاهرون في تعز ما زالوا يلوحون بشرعية هذه رغم رفضهم لما يقوم به التحالف، ربما الصورة معكوسة بين المحافظتين.
هي صورة واضحة أن تعز بمدنيتها، تمثل روح المشروع الوطني، وتمثل يعني تطلعات الشعب اليمني شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. فبالتالي هذه المدينة المدنية التي تتحرك بهذا النفس الحضاري وهذا النفس المدني الذي يعزز فكرة الدولة ويعزز فكرة الشرعية، وحركة الناس حركة مضبوطة، حركة تنسجم مع يعني المشروع الوطني الجامع الكلي لكل اليمنيين شمالا وجنوبا. بينما نجد أن تحركات المجلس الانتقالي تحركات هي تقوض يعني عدم تقويضا كليا، سواء من ناحية أمنية أو من ناحية خدمية أو حتى من يعني من ناحية أخلاقية. يعني حينما نرى أن ميليشيات التي تتحكم الآن بعدن وتسيطر وتعمل على، يعني إذا كان أبناء عدن هؤلاء إذا كانوا حقيقة لديهم انتماء لعدن، لماذا خلال 3 سنوات ولديهم السلطة التنفيذية ولديهم السيطرة الكاملة على عدن، لماذا يسمح المجلس الانتقالي وهؤلاء لماذا يسمحون بإغلاق ميناء عدن؟ ولماذا يسمحون بإغلاق مطار عدن؟ هذه المنافذ السيادية التي ستدر على الاقتصاد الملايين، ولن تكون هناك مجاعة. يعني هناك مفارقة غريبة وعجيبة. يعني أنا أشك بأن هؤلاء حقيقة ينتمون إلى هذه الأرض، فبالتالي هؤلاء جلبوا من القرى التي من الضالع ومن يافع بعقلية قروية، وجمعوا هؤلاء من أجل خنق عدن ومن أجل زراعة الفضاء، وهؤلاء يمثلوا أداة وظيفية قدرة بيد الإمارات من أجل يعني تدمير المشروع الوطني في عدن، وهم أدوات كما كان الحوثي أداة في 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 تدمير فكرة الدولة والانقلاب على الدولة في صنعاء. هؤلاء هم أدوات خارجية وأدوات لأبو ظبي في يعني في إنهاء الشرعية وتفتيت البلد، فبالتالي لا يعدوا عن كونهم الوجه الآخر لبشاعة الحوثي، إلا أنهم أكثر بشاعة بأنهم لم يحافظوا على عدن. يعني لو المقارنة للأسف شديد المقارنة ما بين صنعاء وعدن، هناك أناس يذهبون من عدن ليتعالجوا في صنعاء. نحن ندعو المجلس الانتقالي أن يكون لديه يعني روح الانتماء لعدن كما يعني وحب عدن، ولا مانع من أن يسيطروا على عدن، لكن عليهم أن يظهروا أنهم حريصين على عدن. الآن عدن بيدهم، ما المانع أن يفتح مطار عدن؟ وما المانع أن يفتح الميناء؟ وما المانع أن يكون هناك تنمية ويكون هناك كهرباء؟ نعم، لما هناك مستشفيات؟ يعني هؤلاء مجرد أدوات وظيفية، طالما أن الأمور يعني بينهم على وفاقهم والإمارات التي تحرم الحكومة ممارسة مهامها فعليا، لما لا يتبنوهم هذا الخطاب ويعملوا هم لأجل أبناء عدن ويظهروا للناس أنهم فعلا حريصون على مصلحة المدينة عوضا عن المصالح الشخصية؟ هناك أمر آخر مهم جدا، يعني ما يحصل في عدن هو يعني يمثل انعكاس لحالة الحقد التاريخي الموجودة ما بين أبين ولحق ويعني الزمرة والطغمة. يعني لا زالت حالة الصراع تظهر يعني وتظهر انعكاساتها بين حين وآخر. يعني اللواء أحمد مساعد حسين الذي عاد إلى شبوة ويعني جمع القبائل حوله، هو حمل بخطاب واضح التحالف المسؤولية الكاملة على تدمير اليمن وعلى انتقاص الشرعية وعلى يعني يعني النكوص الكامل وخديعة اليمنيين وخيانتهم فيما يتعلق ب يعني بعدم الإيفاء بالالتزامات والأهداف المعلنة للتحالف العربي حينما تدخل في اليمن. يعني هناك مشهدا واضحا، يعني أحمد اللواء أحمد مساعد حسين هو من المناضلين الكبار الذي يعد نقيضا لتيار يعني الضالع وغيرهم في تلك المرحلة التاريخية التي كان أحد. فبالتالي نحن عد الجنوب بشكل عام إذا كان هناك يعني انهيار أو انفصال، سيكون عدن تحت رحمة الميليشيات هذه التي هي أدوات للإمارات، وواضح تعاملها وستكون حزام أمني مع وستكون حضر موت بمفردها. أما المهرة فتحاول السعودية أن تسيطر عليها، وليس لديها يعني ليس لديها أي ارتباط بمسألة الجنوب أو مسألة الشمال، ولديها أجندة أخرى. يعني السعودية تغرد في واد آخر تماما، سلمت عدن لميليشيات الإمارات وتريد أن. شكراً لك أستاذ خالد عقلان الكاتب والباحث، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.